الذي ما زال يشكل الخطر، ما زال يسيطر على الكرة، ما زال يسيطر على كل لحظات المباراة. هذه الكرة الآن لصالح جوانجو، تمكنوا من التسجيل الآن، تمكنوا من تسجيل الهدف الأول. يعني بصراحة ماذا أقول، قبل المباراة كانت الأحاديث متفاوتة من شخص لشخص ومن مشجع لمشجع، حتى في الفريق الاتحادي من إعلامي إلى إعلامي آخر على مستوى المملكة العربية السعودية، أو أقول على مستوى العربي العالم العربي، كان هناك من يتفائل كثيرا ويذهب في خيالاته إلى 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 فوز جديد حتى في الصين للفريق الاتحادي، وهناك من يتحفظ كثيرا ويتردد ويتخوف من هذه المباراة. وبصراحة بعضهم مثلا أجرى تحليلاته على مستوى في التقدم من خط المرمى، وكونكا الآن بضربة الجزاء، كونكا يتقدم ويسجل. هدف ثاني، شوط أول للنسيان يا إدي، شوط أول لن نبحث عن سطورة، لن نقلب في أوراقه، لن نتحدث عنه كثيرا. شوط أول للنسيان، هدفان يتقدم جوانجو، نبحث في شوط المباراة الثاني، نستعجل لحظات شوط المباراة الأول، نحث الثواني والدقائق واللحظات في الشوط الأول على أن تنتهي بسلام، نحثها على أن تنتهي بسلام، نحثها على أن ترأف بنا. نضغط، ما في شيء يخسر الاتحاد في هذه اللحظات. كرة اللعب إلى الأمام، ممتازة، ممكن الهدف، الله الله يا مولد، اتياس يا ما يضيع، كعبة عالية على الجميع، اتياس يا ما يضيع، كعبة عالية على الجميع، فهد المولد يسجل الهدف، فهد المولد يرجع البطاقة، يرجع بطاقة الترشح، فهد المولد يسجل هدف اتحادي، يعني العبور إلى نصف النهائي، فهد المولد يسجل هدف اتحادي، يعني العبور إلى نصف النهائي، برافو يا فهد، برافو يا مولد، 2-1 الآن على هذه النتيجة، الآن نستكين، الآن نستميت، الآن ندافع، الآن نقاتل بكل ما نملك لأجل المحافظة على هذا الهدف. يا ولد يا مولد، يا ولد يا مولد، صغيرنا اللي جاب الجول، أصغرنا اللي جاب الجول، فهد المولد يدك حصون الصينيين الآن، ويدك حصون السور الصيني العظيم، ويسجل تقليص الفارق هدفين لهدف. هذا مو تقليص فارق، هذا فوز، هذا انتصار، وعسى الله يعجل بالباقي.